إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نزلت هذه الآية في الصحابي عثمان ابن طلحة، حيث كان عثمان هو سادن الكعبة وخادمها، وهو ساقي الحجيج فيها. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا إلى مكة، كان حينئذ عثمان مشرك ولم يؤمن بعد، فأغلق عثمان ابن طلحة باب الكعبة وذهب إلى بيته واختبأ على سطح بيته لكي لا يفتح الكعبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة أراد أن يدخل إليها ويصلي فيها، فسأل عن المفاتيح، أين مفاتيح الكعبة؟ فقالوا يا رسول الله إن مفاتيح الكعبة مع عثمان ابن طلحة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي لكي يجلب له المفاتيح من عثمان ابن طلحة. فذهب علي إلى عثمان وقال يا عثمان اعطني مفاتيح الكعبة كي يصلي فيها رسول الله. فقال عثمان أنا لم أؤمن، وأنا لا أؤمن برسول الله، فكيف أعطيك المفاتيح؟ فقام علي بلوي ذراعه وأخذ المفاتيح عنوة عنه وغصبا منه، وجلب علي المفاتيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففتحها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل إلى داخلها وصلى فيها ركعتين، ثم خرج منها وبيده مفاتيح الكعبة. فقال له العباس يا رسول الله اعطني مفاتيح الكعبة وسلمني سدانة الكعبة وسقاية الحجيج. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه أن يعطي المفاتيح إلى العباس، وأمره أن يرجع المفاتيح إلى عثمان ابن طلحة. وبعدها أسلم عثمان ابن طلحة. ونزلت هذه الآيات: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي أن ترجعوا مفاتيح الكعبة إلى عثمان ابن طلحة. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عثمان خذ مفاتيح الكعبة ولا يأخذها منك إلا ظالم. وبالفعل مفاتيح الكعبة إلى الآن ما زالت مع أحفاد عثمان ابن طلحة إلى يومنا هذا.